مساء الرضا، كيف حالكم؟ يا رب كلكم طيبين. اليوم جبت لكم فلوج. صراحة فلوج يعني في بقى أشياء المطبخ وغير كده أماكن رحت في مصر، وبرويكم كده هذا اليوم أشياء كتير حلوة. وأنتم دايما تسألوني هدى كيف مصر، فين تروحي في مصر، إيش رأيك في مصر، وكيف العيشة في مصر، أنا جاية أعيش في مصر، إيش رأيك تنصحيني؟ طبعا أول حاجة حابة أقول لكم عن هذا اللي تشوفونه الآن بيدي، قد الروعة. هذا القطع تبع الرز، تمام. أنا صراحة انعزمت في يعني في بيت مصري وشفت أشكال في الرز، يعني لما أقول قدموه الرز كده تخيلوا الرز أشكال نفس كده، بس طبعا شكل واحد هو مختلف. فسألته قلت له إيش كيف عملتي الشكل ده؟ فقال لي هذه قوالب رز ما شاء الله، يعني وكميته كبيرة، تعتبر يعني حق زبدية كبيرة أو مطيبة كبيرة وكتير حلوة. يمكن يبين لكم صغيرة بس يعني إنها تكفي شخص، وهي كده قدمتها يعني بالسفرة بالصحون، كل واحد له صحن، فكان كتير حلو عجبني ورحت اشتريته. ما شاء الله تجي 4 قطع، قلب وشكل الدائرة في أشكال حلو الواحد يعمله يعني كده على سفرته، يعني شكل، أو ممكن تعملونه بأي زبدية عندكم كده شكل، أو مطيبة كده شكل قلب أو شكل وردة عادي يعني الرز، بس هذه مخصصة للرز يعني. وكمان قال لي إنها تنفع للجلي، تقدروا تعملوها جلي. وهنا طبعا اشتريت دماسة الفول، أكيد ما فيش أحد يجي مصر ومشتريش الدماسة حق الفول. صراحة تطلع الفول قد الروعة، أفضل بمليون مرة من قدر الضغط. أنا أقول لكم إياها يعني أني قربت الفول بقدر الضغط، أن إحنا ننقعه ونضغطه بقدر الضغط، وقربت بالدماسة حاجة يعني فرق 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 فرق. إيش الطعم لذيذ، فول فول تاكلوا فول فعلا فول. فإن شاء الله بنعمل فول، وهنا أخذت أشياء الفول. طبعا ما حطيت لكمش كل المكونات، لكن يعني عشان تفرقوا بين الفول، هذا فول بقشره يعني كامل، فول حبة كاملة، وهذا الفول المقشور المدشوش، يسمونه فول مدشوش. فهم في مصر أو البعض يعني يخلط بين الفول المقشور والفول المدشوش هذا، لكن شوفوا اللي يعاني من قولون ودايما بطنه تعاني من الفول، ابتعدوا عن الفول بالقشر، خلوكم على الفول المقشور. هذا الفول المدشوش استخدموه اللي هو المقشور هذا الأصفر. هنا طبعا أنا رحت عشان أجيب بامية، وشوف الله عندهم اللي هو الموسم أو حلاوة المولد. إيش أقول لكم الحلويات أخي تجنن، أكيد ما نعته من الحلويات يعني أقول له لا. ولما شاف الحلو عيونه قلوب، وأنا لأني أحب الحلو كمان عيوني قلوب بجد. هنا شفت لكم العرايس جننت، إلا أشتي عروسة كمان جوهر رجعت، أقول أخي ما بخرجش اشتي عروسة. طبعا العروسة الكبيرة كبيرة يعني ما شاء الله عليها كبيرة، بمية وسبعين، والصغيرة ما عرفش بكم، بس اكبر شي ب170. وهنا فجأة اني اصور العرايس اللي اشوف اخي قدو داخل عند الرجال عند الحساب المحل، يعني قلت لهذه الدرجة اشوف اخي كده قفز فجأة ويسألني ايش اشتي. وهنا رحت جبت البامية اخيرا، والبامية شوفوا البامية تجنن، قلت بامية اخده من تحت البيت في محل، يعني واحد يبيع خضار اخذه البامية من عنده، لكن باقي اغراضي اخذه من السوق اللي في بو كتير محلات خضار وكده، اروح السوق يعني، بس اللي تحتي في واحد يبيع خضار اجيب من عنده البامية. حلوة البامية صغيرة وحلوة ولذيذة، هذه يسمونها بامية زيرو، والبامية الحمراء اظن اسمها كده. خلاص هنا بعد ما نظفت البامية وقلمته تمام، قسمته بأكياس وأحطه بالفريزر، يعني قسمت بكل كيس زبدية كبيرة أو مطيبة كبيرة من البامية، حطه بالفريزر لوقت الاستخدام. حلو البامية شوفوا مواسم يعني ما بلاقيش على طول، حلوة تكون عندي بالفريزر. طبعا الآن خلوني أقول لكم على العيشة في مصر وكيف مصر، يعني حابة أتكلم إيش رأيي بمصر يعني، وهل تناسب الكل أو لا. أول حاجة لازم تعرفوا شي، إنه مش لازم اللي أني يناسبني يناسبكم، يعني ممكن أنتم أني تأقلمت في مصر وحتى أتأقلم في أي مدينة أروح فيها أو أي بلدة أروح فيها، لكن في كتير ما تأقلموش في مصر ولا حبوها، مش عارفة هم مش إن مصر مش حلوة وكده، لا هم نفسيا ما قدروش إنهم يعني يتأقلموا، لأنه أول ما
أي مكان تروحوا له تكونوا تعيشوا فيه لأول مرة، إيش يحصل لكم؟ يحصل لكم الصدمة، عدم تكيف يعني بالبداية، تحسوا نفسكم ضايعين كأنكم تحلموا، لأنهم تخيلوا أنكم تكونوا عايشين سنين في مكان بعدين فجأة تنتقلوا إلى مكان، زي ما تروحي تسكني في بيت أول مرة كيف، أو تروحي تنزلي لما تسافروا تنزلوا فندق أول مرة كيف ما يجي لك شنوم وزي كده، نفس كده. بس إنه هذا الأمر يطول، يمكن أني تأقلمت بعد 3 شهور، بعد 3 شهور حسيت نفسي أوكي تمام، لكن في البداية لا، كان نومي يتقطع، مش عارفة أحس نفسي زي التايهة بالبيت، أماكن غير مثلا المطبخ، أغراضي بأماكن غير اللي أني أحط فيها أغراضي، يعني مرات أتنح في الطبخ، أنتم عارفين كده، أجلس أفسد مش عارفة فين حطت الملاعق الأكل، فين حطت مثلا البهارات قدامي وأني أدورها في الأدراج. بالبداية يعني كده حتى في البيت يعني ما تكونش كده تحسي مرتاحة، بس بعدين خلاص تترتبي تتأقلمي تطلعي تخرجي، بعد 3 أشهر بعضهم يطول 4 أشهر عشان يتأقلموا عادي. فأنتم يعني على الواحد على ما هو كيف يأقلم نفسه، أو إنه كيف يسهل على نفسه الأمر، إذا تصعبيها بتتصعب عليك في أي مكان تعيشي، وإذا تسهليها بتتسهل عليك. وليش أني نقلت مصر؟ لأنه زوجي انتقل هناك شغل، فأني خلاص معاه، الزوج وطن، حيث ما يروح بتروحوا معاه، يعني ما فيش عادة يعني لا أو كده، أو شلي نفسك ورجعي بيت أهلك وخلاص. لا عاد تتزوجوش أحسن لكم، إذا ما تتأقلموش تتكيفوا وتشوفوا إنه الزوج وطن، لا عاد تتزوجوش وما بتضحوش، وكل حاجة سهلة بالحياة وبتتسهل تقولوا وكده، يكون عندكم يعني تفاهم، أحسن لك تقصي بيت أهلك وما تتزوجيش، لأنه الحياة شوفوا ما تعرفوش إيش كاتبة لكم، فأنتم لازم تصبروا تسهلوها، ويعني وبس هذا اللي أقدر أقول لكم إياها. وكيف العيشة بناحية الصرف؟ شوفوا بأي مكان، اللي ما عندوش دخل مالي ما يشتغلش ولا عنده دخل ما بيقدرش يعيش، حتى في اليمن لازم يكون الإنسان يشتغل له دخل مالي يقدر يطلع على الأقل يعني قوته أو لعياله وزوجته، يعني لازم. فهذه نصيحتي، يعني ما فيش أحد يجي كده مصر وخلاص، يعني خلاص مصر ما تخرجش فلوس على فكرة، عرفتوا كيف؟ ولازم تسألوا، يعني مهما كان أني أقول لكم ولا أي أحد يقول لكم، أي دولة أو تمام حلوة تعالوا، ده لازم تشوفوا بعيونكم، حتى وتقربوا أسبوع أسبوعين، ترى العيشة مرات تفرق عن واحد يزور الدولة، أو يعني مثلا يزوره أو إنه يروح هو بنفسه. لا تسمعيش كلام حتى أمك أبوك أختك أخوك لما يقولك تعالي عيشي، لا تسمعيش كلامه إلا لما تشوفي أنتي بنفسك. هذا الكلام للنساء والرجال، يعني أنا أكلمكم بجد. بس هذا كان الفيديو، إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس حلو منكم.